في إطار الجولة التي يقوم بها وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مدينة جنيف السويسرية، عقد سعادة السيد سعيد بن محمد الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية عقد اجتماعا مع سعادة السفير خواكين مارتيلي رئيس مجلس حقوق الإنسان بمكتبه بقصر الأمم. وخلال الاجتماع تطرق رئيس المؤسسة إلى ما أثير من وجود انتهاكات لحقوق الإنسان جراء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، خاصة الحملة التي تشنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر والادعاءات الكاذبة بانتهاك الدول المقاطعة لعدد من الحقوق الأساسية، مضيفا بأن جلالة الملك المفدى أصدر أمرا ملكيا بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية والقطرية، وذلك تقديرا للشعب القطري الشقيق، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين تراقب الوضع عن كثب للتأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية لمواطني كلا الدولتين، وذلك دحضا لما أوردته اللجنة الوطنية القطرية من وجود حصارا أدى إلى انتهاك لحقوق الإنسان، موضحا بأنه لو كان هناك حصار على دولة قطر لما استطاع المسؤولون بلجنة قطرية السفر من بلد لآخر، مضيفا بأن الأجواء القطرية مفتوحة ولا حرية الإبحار في مياهه الإقليمية، داعيا اللجنة الوطنية إلى الابتعاد عن زج موضوع حقوق الإنسان في هذه الأزمة والتي نشبت جراء دعم دولة قطر للإرهاب، وأن تقوم بالدور المنوط بها لتقديم الحلول الهادفة إلى إيقاف تمويل تلك الحركات الإرهابية والتي تعمل في الأساس على انتهاك حقوق الإنسان في البحرين وعدد من الدول.